لما يكون عندك لعيب نجم كبر شوية في السن فبتحاول تلحق نفسك وتجيب لعيب جديد كده صغير شاب يحقق لك نجاحات كبيرة جدا وفي اللحظة اللي فيها اللاعب الصغير دوت ضارب التيشيرت الجميل والشراب والشرط الرائع والجزمة اللي بتبرق وبيحاول يبين مهاراته كده وفي نفس اللحظة بتكون فاكر ان اللعيب الكبير اللي عنده الخبرة ده خلاص راحت عليه لكن بيجيب حته جون بتكون منبهر بيه ده اللي بيحصل بالظبط ما بين سام وبوكي والواد الجديد اللي لابس لي كابتن امريكا وفرحان بالبدله بتاعته الحلقه الثانيه من مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر انا ما عملت لهاش اي مراجعه وده علشان كانت تكمله للاحداث اللي حصلت في الحلقه الاولى وما كانش فيها تفاصيل او احداث جديده نقدر نتكلم فيها لكن الحلقه الثالثه الحلقة المفصلية اللي هي تعتبر رقم ثلاثة طبعا ده أكيد لكن هي الحلقة اللي في النص لأن الموسم ده ست حلقات والحلقة الثالثة كان لازم يكون فيها حاجة مفصلية تقولك بص بقى وانتبه وخليك معانا علشان ايه ما تتهش مننا وده اللي حصل فعلا في المسلسل وفي الحلقه الثالثه من ذا فالكون اند ذا سولجر طبعا المسلسل بيختلف تماما عن اللي شفناه في واندا فيجن واندا فيجن كان كل حلقه فيه تريكايه وفي توستايه وفي حاجات كده بتخلينا نشغل دماغنا لكن المسلسل ده فيش فيه الكلام ده خالص هو مسلسل انت بتستمتع بيه لكن الاهم هل المسلسل ده هنشوف فيه اي تطورات تانية؟ الحقيقة ما نقدرش نقول لا لأن ببساطة المسلسل ده هيقول لنا مين هو الكابتن أمريكا اللي هيكمل معانا بعد كده سواء جون ووكر اللي لابس له البدلة وفرحان بيها أو سام وبوكي هيختاروا حد منهم هيكون كابتن أمريكا أو هيختاروا حد تالت يكون هو كابتن أمريكا أو يقضوا على الشخصية دي تماما كل التفاصيل ديت هتتحدد في المسلسل ده سيبكم من أي تفاصيل تانية وأي أحداث تانية بتطرح في العمل دوت الاهم هو مين هيكون كابتن امريكا ده اللي المفروض هنوصل له في نهايه الحلقه هل هيتفقوا هل هيختلفوا هل هيجيبوا حد ثالث ده الاهم لكن لو اتكلمنا عن الاحداث الحلقه الثالثه تحديدا هي فعلا حلقه مفصليه وضحت لنا بعض الامور عرفت لنا الشباب اللي عندهم القوى الخارقه ديت جت منين طبعا عرفنا ان هي من المصل الخاص بالجنود الخارقين وعرفنا كمان ان مجموعه الشباب دول اللي هم اسمهم فلاج سماشرز والشباب دول هم لاجئين وبيحاولوا ان هم يعيشوا لكن بيعيشوا بطريقه خاطئه وبيسرقوا وبيعتمدوا على السرقه في الوصول للاجراد بتاعتهم هم ينتهجوا نهج العنف طبعا الموسم ده كمان بيظهر لنا زيمو زيمو اللي شفناه في نهايه الحلقه الثانيه زيمو اللي كان مسيطر على بوكي وكان مخليه وينتر سولجر وكان مبهدل بيه الدنيا رجع تاني وبقى هو المرشد الخاص بسام وبوكي وبقى شخصيه صالحه طبعا لاغراض معينه وانا متاكد او عندي احساس ان الشخصيه ديت هتنقلب عليهم بعد كده علشان طبعا هو مش عايز يرجع السجن بديهي جدا. كمان في الحلقه الثالثة بتظهر لنا شارون كارتر الفتاه اللي تم الحكم عليها علشان اخلت بالنظام وسرقت الدرع بتاع كابتن امريكا قبل كده وهربت لمدينه معينه هتشوفوها في احداث الحلقه الثالثه وفيها بعض التفاصيل كده مش عايزين نحرقها لكن انا بتكلم عن النقاط المهمه اللي ما تحرقش الاحداث وفي نفس الوقت يبقى فيها نوع من التشويق كده عشان ايه لو ما اتفرجتوش على الحلقه تروح تتفرجوا عليها دي كلها تفاصيل عاديه جدا وجميله جدا وممتعه جدا وفي نفس الوقت بتتخللها مجموعه من الاكشن الجميل الظريف الممتع اللي بيعيشنا في الجو بتاع مارفل العادي بتاع جو افنجرز فالمسلسل بشكل عام والحلقه الثالثه بشكل خاص كانت ممتعه اول ثلاث حلقات ممتعين لحد دلوقتي بالنسبه لي لو احنا كملنا بنفس الوتيره وبشكل تصاعدي اكيد هيكون المسلسل ده ممتع طب هل احنا هنعمل مراجعات للحلقات اللي جايه ولا لا او هنعمل زي مناقشه بقى طبعا لسه ما فيش مراجعه دلوقتي احنا بنتناقش مع بعض هل هنعمل مناقشات ولا لا والله على حسب كل حلقه لو الحلقه فيها كلام يتقال هنعمل لو ما فيش يبقى احنا هنستنى لحد ما الموسم يخلص ونعمل عنه مراجعه ككل وده طبعا الاهم لان زي ما قلنا في بدايه الحلقه المسلسل ده يختلف تماما عن واندا فيجن واندا فيجن بالنسبه لي رفعت عندي السقف وحسستني ان اي حاجه هتيجي من عالم مارفل السينمائي في المرحله الرابعه هتكون بنفس المستوى لكن احنا هنا كل حاجه وليها المود الخاص بها وطبعا كل حاجه بتختلف لكن هنا في حاجه مهمه جدا وسؤال لازم نساله مع بعض ايه رايكم؟ هل هيحصل اتفاق ما بين سامو بوكي وكابتن امريكا الجديد؟ ولا هيكون في اختلاف؟ وانتوا ايه رايكم في جون ووكر اللي بيقدم هذه الشخصيه؟ هل هيكون فعلا كابتن امريكا ولا هيكون شخصيه ليها اهداف اخرى وهينقلب على الناس دي في الاخر؟ ياريت تقولوا لي رايكم في الكومنتس. طبعا ياريت تقولوا لي رايكم في الحلقه الثالثه بشكل خاص ورأيكم في المسلسل لحد دلوقتي بشكل عام طبعا لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيء يسعدني جدا لو عملتوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تي في تكون الحلقة عجبتكم كان معاكم مصطفى مازن في الفيلم تي